الو، وي الو، السلام. اشنو اللي ما خرجتش لي؟ واخا شنو نقول لك، عيط لي غدا الصباح، عيط لي الصباح على قبل الخدمه مع هذيك التسعود بحال هكا. ياقوت معروف ان الياقوت يعتبر ملك الاحجار الكريمه. هذه بلورة من الياقوت الخام، هذه اصلها من موريتانيا. بالفعل موريتانيا يوجد فيها الياقوت كما يوجد في جنوب المغرب، لكنه من أردأ الأنواع ومن أسوأ الأنواع. أفضل أنواع الياقوت توجد في ميانمار أو بورما سابقا، وفي مدغشقر وغيرها من بعض بلدان العالم. الياقوت معروف أن صلابته في مقياس موس هو 9، لهذا فهو يعتبر أصلب مادة طبيعية بعد الألماس الخام. وإذا كان الألماس يعرف بأنه ملك الأحجار الكريمة، فالياقوت هو الملكة. لكن حذاري، سأعطيكم معلومات هامة جدا عن الياقوت في هذا الدرس، وهذا الدرس التعليمي يجب أن تنتبهوا لها، سواء لمن أراد أن يشتري الياقوت الزينة أو من أراد أن يتاجر فيه. فمعظم الياقوت الموجود في السوق في العالم هو من الياقوت الصناعي، وإذا كان طبيعيا فإنه في الغالب يكون معالج بالحرارة. في هذا الحظر، لا أنصح أي شخص بشراء الياقوت إذا لم يكن معه خبير جيهبيد، يعني متمكن من الحرفة. قلة هي مختبرات العالمية التي لديها الأجهزة التي تقيس نسبة التردد الإشعاعي الراديولوجي في الحجر حتى تعرف إذا خضع لمعالجات سواء بالليزر أو بالمعالجة الحرارية أو غيرها. التركيب الكيميائي للياقوت هو مزيج بين الألمنيوم أو ثلاثي أكسيد الألمنيوم عائل 2 أو 3 مع الكروميوم، والكروميوم بالضبط هو الذي يعطي الياقوت لونه الأحمر.
كثافة الياقوت تتراوح بين 3.95 كثافة نوعية و 4.05، ونحن سنقوم بمجموعة من الدروس في مختبر الأحجار الكريمة التابع لمركز الأحجار الكريمة لتعليمكم طريقة حساب الكثافة النوعية. بالنسبة لمعامل انكسار الياقوت هو 1.76، وهذا نقيسه بواسطة الرفراكتومتر. كذلك ستشاهدون دروس عن طريقة قياس معامل انكسار. بالنسبة للياقوت هو ثنائي ونضافه هو ما بين 1.76 و 1.768. قلت أن معظم الياقوت المتواجد في السوق هو صناعي أو معالج، وذلك لقلته، فالشيء كلما كان قليلا زاد التزوير فيه. الناس الذين يريدون شراء الياقوت هم كثر في العالم، لكن الياقوت دواء أو أذى، الياقوت ذي الجودة العالية وقليل ونادر، وهو ما كان أحمرا مثل الدم وشفافا مثل الزجاج.